أفضل من أن يروح في دولة صح. أو في أي مكان إرهابي يفجر نفسه ويسبب لنا مشاكل كثيرة. السجن في السجن حكومة ترعاه وتناصحه وتوجهه وتطلعه إنسان سوي متغير 180 درجة من سلبي إلى إيجابي. بس يا دكتور معالي أبو عزام اسمح لي بس نقطة مهمة بالنسبة لقضية بعض الآباء تجاه يخاف إنه يبلغ على ولده، يخاف مثلا من كلام الناس، والله ناس ايش يقولون عني، بلغت عن ولدي ما ادري ايش، خلنا الناس يقولوا انا ايش قلنا ايش قلنا قل العاطفه انسى العاطفه انسى الشيء يقولون انت حالي لا الناس فعلا يخاف من كلام الناس. قال ابوه يقول تخيل انا يعني مجنون انا ببلغ عن ولدي مثلا، تبلغ عنه ويروح ينصحونه عزم انه يروح مكان ثاني ولا بتشوفه مع المطلوبين بالقائمه. ودي بس اضيف شيء، قصه ايضا حصلت يعني عندي. واحد يقول شفت ولدي يدخل في المواقع التواصل الاجتماعي عمره 16 سنة، يقول لدرجة اني حسيت فيه في لوثة، فبعد فترة صار ينوم بيني وبين امه عمره 16 و17، اخيرا قبض عليه لانه صار داعش. لو بلغ عنه من اول ولا ناصحه وحاوره كان طلع لي في جعبته وغير حاله. كلمة اخيرة اخوي احمد. كلمة اخيرة طال عمرك، احب اول شيء اقول بالنسبة الأسماء البراقة وأترفع عن ذكرى مثل التنظيم الدولة اللا إسلامية وغيرها، هذه ترى أغلب من يروح لها الإنسان اللي ما عنده شيء في الحياة، يبغى أي شماعة يحدث، يبغى حدث أكشن، يبغى اسم أمير مدري إيش، أمير إيش يا رجال خربيط. ولكن الأهم إحنا كمجتمع، طبعا أنا أعرف أن جمهور بداية جمهور عظيم جدا و ما شاء الله عليكم جمهور واحد ماكلين الجي والله ف على حق ان شاء الله على حق ان شاء الله تستاهلون الله يوفقكم. بالنسبه لحساباتهم في تويتر اتمنى انهم يتفاعلون مع هاشتاج الحمله معا ضد الارهاب والفكر الضال، ولو الواحد باليوم ينزل تغريدتين ثلاثه كتكون مظله تجمعنا ككل. يعني الان يجب علينا ان نتحد كمواطنين سعوديين، وأنا أدري أنه في ناس من برا المملكة العربية السعودية يدافعون عن مهبط الوحي، بلد الكل المملكة ورقم واحد ترى في العالم عن الدين وعن الوطن. يا سلام نعم. يا سلام بعد سلام. فاللي حاصل ودي أنه العالم أنه نجتمع تحت المظلة هذه، تحت الهاشتاج هذا، يكون حلقة وصل بيننا، نتعلم من بعض فيه، نناقش بعض فيه، يكون يعني نلتقي فيه المصلحة. ممكن أضيف أبو عزام بس نقطة مهمة هذه كانت في بالي، نحط في بالنا نحن مواطنون، لا يجون يفرقون يقولك مثلا شيعي سني صوفي، حنا مواطنون تحت مظلة الوطن، لا تفرقنا هذه، لأن الدول الغربية اللي طلعت وصلت القمر عندهم أجانب وعندهم وافدين، بس أمريكي مثلا واشتغلوا مع بعض وسووا الاختراعات طلعت. الله يعطيكم العافية ونشكركم. الله يسعدك. وحقيقة هذا واجبنا كلنا، يعني ما حد له فضل، هذا واجبنا وهذا أقل شيء نقدمه. أنا أتمنى وأرجو وأقصد التمني في المستحيل، أرجو إن شاء الله أن يكون لي لقاءات معكم إن شاء الله ثانية. تشرف. في عندي حقت الأحلام هذه. لو عندي لك كتاب ثاني اسمه لا تخف، يقول لك لا تخف من كل شيء عدا خالق كل شيء. الله أكبر. الله أكبر. أتمنى إن شاء الله أن يكون قدمنا شيء يكون شفيع لنا ويكون حجة لنا لا علينا، ولنا لقاءات مع الضيوف الممتعين في لقاءات أخرى إن شاء الله. وبنطلع الفيديو هذا نرجع لكم، شكرا على خير يا ضيوفنا، الله يعطيكم العافية. خلنا نطلع الكليب هذا بنشوفه ونرجع لكم.